والله يا حبيبي، هو الحاجات دي او حفلات التخرج دي مش اول حفله لطلاب الكليه، ودي بتتم عن طريق اتحاد طلاب الكليه وتحت اشراف الكليه في قاعه المؤتمرات الكبرى في الجامعه. فاللي حصل والله ان المفروض مشددين على الطلاب ان لازم يكون في التزام بالتقاليد والعادات الجامعيه، في عزف الاسلام الجمهوري، كلمه بيلقيها احد اعضاء التدريس اللي بيشاركوا، طبعا كل اعضاء التدريس بيشاركوا فيها كنوع من الدعم للانشطه الطلابيه في الجامعه، لانه اصلا تحت رعايه الجامعه يعني. فاحنا في اليوم ده كانت حفله خاصه بكريدت انجليزي اول دفعه اتخرج من البرنامج، وكان معانا الزملاء كلها. الحوار اصلا بدا، خدنا صوره تذكاريه بره عادي جدا، دخلنا لبسنا الارواب، وبعدين الطلبه ابتدت تخش كده للقاعه، قعدوا في الصفوف الاماميه واولياء الامور في الصفوف الخلفيه، وبعدين دخلنا احنا عليهم على المنصه. بعد كده ابتدى دعينا الناس للوقوف للعزف السلام الجمهوري، العزف فيديوهات زي دي هبعتها لك يعني موجوده في نفس الحفله دي. بعد كده ابتدى كلمات الترحيب انا، وبعدين كان دكتور محمد فؤاد علوان منسق البرنامج قال كلمه قصيره هنا فيها الطلاب، وبعدين دكتور اسامه عراقي وكيل الكليه شؤون الدراسات العليا والبحوث. وابتدت بعد كده الفعاليه اللي بعد كده ان هم ينادوا اسماء الطلاب اللي بيتم تخرجهم عشان يطلعوا على المنصه اللي موجوده للتكريم زي اي احتفاليه. احنا دي كانت 7 احتفاليه للكليه في يمكن في اسبوعين يعني، احنا ما سجلناش للطالب. انا بقول لك دي 7 حفله لينا، والامور كانت بتمشي عاديه طار احترام التقاليد الجامعيه. اول اسم اتنادى الطالب ده هو طالب ضمن الطلبه المنظمه للاحتفاليه، تمام. فمتفق مع بتاع الدي جي مفاجاه كده يعني مع المنظمين ان هو اول ما يخش اسمه يتنادى كطالب يشغلوا له الاغنيه دي ويعمل ايه. الموضوع ده كنوع يعني ان هو فرحان انه بيتخرج يعني. ففوجئنا ان اسمه لسه بيتنادى، لقينا الاغنيه بتشتغل من الدي جي اللي موجود في المكان بتاعه في المسرح في يمه كده في جنب من الدارية، لقينا الاغنيه شغاله والطالب داخل على طول في وشنا بيعمل حركات الرقص دي. كان قدامنا حاجه من 3، احنا في قاعه في مؤتمرات الجامعه، يا احنا ان الطالب طالع علينا وبيعمل الكلام ده بشكل هستيري كده ومنسجم خالص في الرقص، ان احنا ننزل يا ابني والاتحاد رجع يا ابني الولد ده ورا. طبعا اسرته قاعده والقاعه مليانه ناس ما يقرب من 1000 فرد موجود في القاعه، فطبعا ده كان ممكن يترتب عليه شد وجذب بينه وبين طلاب الاتحاد او المنظمين او بينه وبين عضويه التدريس من اللي موجودين. البديل ان احنا ننسحب، وده بديل اسوأ طبعا كمان، الانسحاب معناه ان الاحتفاليه باظت، اولياء جمهور جايين من بدري يحتفلوا باولادهم، وممكن ان احنا انسحابنا ده يترتب عليه ان هم يتخانقوا مع المنظمين في القاعه ويكسروها، او ان هم يضربوا الولد واسرته، فكانت دي كارثه اكبر. وكمان ما صحش ان احنا ننسحب واحنا في قاعه في الجامعه، دي قاعه احتفالات في الجامعه، يعني مش انا اللي غادر مكاني واسيبه الواحد بيسلك سلوك فردي بيخالف التقاليد الجامعيه. احنا على طول في نهايه اليوم اتقدمنا بمذكرة للمعالي الدكتور باللي حصل، وان احنا بنطالب بمحاسبة المسؤول عن تنظيم الاحتفالية بسبب عدم الالتزام بالتعليمات اللي متقالة ليهم، وفعلا ساعتها حولهم للتحقيق في المذكرة يعني. يكون بقى الدكتورة مثلا اللي موجودة على المنصة شافت الولد جاي من الأول فرحان كده، قلب الأم عندها، هي عندها ابنها يعني ربنا يا رب يوفقه بتحبه جدا، فيعني الشعور الأم عندها يعني بفرحة الولد غلب عليها، فابتدت يعني كنوع من الفرحه بيه كده، فده الناس بيعتبرها انه موافقه على السلوك، لكن هي اصلا احنا مش واقفين على الكلام. وكان لازم نحافظ على امن وسلامه اليوم، لان احنا برضو الامن ما عندناش امن كافي في القاعه، في اولياء امور عددهم كبير جدا مع طلبه موجودين، حاجه تخوف ان انا اضحي بكل ده. واحنا خدنا الاجراء القانوني في وقتها يعني، انا كان الحفل كان في يوميها، كان يوم سبت طبعا، على طول احنا في وقتها عملنا مذكره وبعتناها للعميد اشر عليها بتحويل الواقع للتحقيق في على طول في نفس اليوم اللي حصلت فيه الوقح. لكن بقى الفيديو لما تداول الواد نزله بقى على صفحته ولا حاجه فرحان بنفسه وبتاع، طبعا هو ده حاجه بقى هو اهله صوروه، ده صوروه، فطبعا دي حاجه خارج يعني سيطرتنا احنا بقى خارج حاجه زي مسؤولية كده يعني. الجامعة. لا ده ما بتاخرش على اي حد من طلابها، الحفلات دي حضرتك بتتم لكل الكليات وبيحضر فيها العمداء واعضاء التدريس كنوع من الدعم للانشطه الطلابيه في كل كليات الجامعه مش تجاره بس. تمام يا دكتور. فطبعا دي مش الاحتفاليه الوحيده، اداب بتعمل، تجاره بتعمل، طب بيعمل، كله بيعمل وبياخد موافقه من رئيس الجامعه وتحت اشراف الكليه باتحاد طلاب، اتحاد الطلاب هو الممثل الرسمي للطلاب.
واحنا ما بنشاركش في اي حاجه غير ان احنا بننبه على الطلاب اللي بتوع الاتحاد ان يكون في التزام بالتقاليد الجامعيه، امور الفعاليات يتم الاحترام فيها الحرم الجامعي والتقاليد والاعراف، لكن اي بقى امور تنظيميه تانية دي الاتحاد مسؤول عنها بشكل كبير مع الطلاب يعني.